بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة يا جماعة محاضرة الكلينيكال ابروتش تو بيشنت ويز تايب 2 دايابيتس ميليتس. المحاضرة دي مهمة جدا جدا جدا. فايدتها ايه؟ ان احنا بعد ما خدنا الانتي دايابيتك دراجز الكلاسيك دراج والنيور دراجز، ازاي هستخدم هذه الادوية مع المريض. بالبلدي، انت قاعد في عيادتك ومريض سكر جاي لك مع اهله، سواء هو نيولي دايجنوزد يعني لسه متشخص جديد ان هو تايب 2، او ان هو تايب 2 وسكره مش متظبط، والناس جايين لك على ان انت الرجل او الدكتور الفذ اللي هتظبط له السكر، لان انت سمعتك في المنطقه الحمد لله تمام. هتظبط السكر لهذا الشخص ازاي؟ وهتمشي معاه ازاي؟ وهتنجح معاه ازاي؟ وسمعتك كطبيب هتسمع في المنطقه ازاي؟ اول حاجه، فيرست ستيب، You must classify your patient into four major groups. يعني المريض اللي هيجي لك لازم تحطه ضمن تقسيمة من الأربع تقسيمات دي. هل هذا الديابيتك بيشنت معاه يبقى ديابيتك بيشنت with high risk or established atherosclerotic cardiovascular disease؟ دي أول تقسيمة. heart failure دي تاني تقسيمة. chronic kidney disease دي تالت تقسيمة. ولا المريض بتاعك الديابيتك بيشنت بتاعك وزود ريسك فاكتور، دي ريسك فاكتور، سوري، ريسك فاكتور اوف اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، هارت فيلير، كرونيك كيدني ديزيز. دي التقسيمه الرابعه. يعني ايه الكلام ده بالبلدي؟ يعني المريض بتاعك دوت، هل هو مريض سكر ومعاه او معروف ان هو معاه اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، او 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 عنده هاي ريسك للاصابه بالاثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، ولا هو مريض سكر ومعاه هارت فيلير، مريض سكر ومريض هارت فيلير في نفس الوقت، او عنده هاي ريسك للاصابه بالهارت فيلير في المستقبل. التقسيمه الثالثه، هل هو مريض سكر ومعاه كرونيك كيدني ديزيز، يعني مريض سكر دايابيتك ومعروف ان هو كرونيك كيدني ديزيز، او عنده هاي ريسك ان هو يبقى كرونيك كيدني ديزيز في المستقبل، ولا مريض سكر بيور معهوش حاجه من الثلاثه دول. يبقى دي الاربع تقسيمات، بيشنت ويز هاي ريسك اور استابليشد، استابليشد يعني عنده بالفعل اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، هارت فيلير، كرونيك كيدني ديزيز، ولا دايابيتك بيشنت وزاوت هاي ريسك اوف اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، هارت فيلير، كرونيك كيدني ديزيز. لازم تحط المريض بتاع السكر بتاعك في واحده من الاربع تقسيمات الكبار دول. لو انت قسمته او حطيته في خانه من الاربع خانات دول، يبقى انت كده وصلت ل 50% من العلاج. طب مريض السكر بتاعك هتحطه في الاربع خانات دول ازاي؟ according to الهيستوري اللي انت هتاخده سعادتك من المريض، والبيز لاين انفستيجيشن اللي حضرتك هتعملها للمريض هنقولهم لك للوقتي في السلايدز الجاي. هنبدأ بقى، هنكمل يا جماعة. عشان تحط المريض بتاعك في تقسيمة من الاربع تقسيمات اللي احنا قلناهم، لازم تعمل له initial evaluation بالهيستوري والبيز لاين انفستيجيشن. طب هتبدأ معاه بالهيستوري، هتركز على ايه في الهيستوري؟ سوري. شوف في ويت لوس ولا لا العيان، خاصة لو هو جاي لك اول مرة نيولي دايجنوزد، شوف في ويت لوس ولا لا، وشوف في العيان معاه بولي يوريا، بولي ديبسيا، او بولي فيجيا. النقطة دي وانت بتاخد هيستوري من العيان في عيادتك هتوقفك، وممكن ما تخليكش تكمل العلاج لغاية ما الدنيا تظبط معاك، لان معنى ان المريض الديابيتك تايب 2، وخاصة لو سكره ارقامه عالية وجايلك اول مرة في العيادة، او uncontrolled ومعاه ويت لوس ومعاه بولي يوريا، بولي ديبسيا، بولي فيجيا، دي بنسميها سيمتوماتيك هايبر جلايسيميا، يعني جلوكو توكسيستي. العيان معاه جلوكو توكسيستي، السكر عالي قوي عنده وعامل له الاعراض دي. لما تلاقي هذه الاعراض في الهيستوري، حضرتك لازم تبقى طبيب سكر ذكي وتطلب للعيان على طول اسيتون ان يورين. اف يورين اسيتون از بوزيتيف، العيان ده هيتعالج بانسولين، ويفضل يروح يتعالج في المستشفى، عشان هتلاقي معاه اليمنت اوف الكترولايت ديستربنس. طيب لو هو معهوش اسيتون في البول، حط في دماغك ان انت ممكن تحتاج انسولين في العلاج بتاعه في الاول. النقطة دي مهمة جدا 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 جدا، وبتفوت على ناس كتير. خد منه هيستوري، في ويت لوس، في بوليوريا، بوليديبسيا، بوليفيجيا، اعمل له اسيتون في اليورين لو بوزيتيف، حوله على المستشفى لان هياخد انسولين ومحاليل. معاهوش اسيتون ومعاه الحاجات دي، يبقى حط في دماغك انك ممكن تدي له انسولين في مع الادويه اللي هتبدا بيها.
طيب في الهيستوري اسال عن البلس، عن البراد بريشر، عن السموكينج، عن الهايبر ليبيديميا، عن الهايبر تنشن، عشان دي كلها عوامل بتساعدك ريسك فاكتور للاثيروسكليروتيك كارديو فاسكولار ديزيز. في الهيستوري اسال عن الاورال كونتراسبتيف بيلز، عشان لو الست بتاخد اورال كونتراسبتيف بيلز وهي دايبيتك انصحها انها توقفها او تغير هذه الوسيله، لان الاورال كونتراسبتيف بيلز دي انتي دايبيتك دراجز هتزود لها السكر. شوف النيورولوجيكال، اعمل نيورولوجيكال اكزامينشن لو العيان بيشتكي من تنجلينج ونمبنس في الاطراف، شوف عشان تتاكد ان في بريفرال نيوروباسي ولا لا، شوف الفاندس واسال عن الفاندس اكزامينشن اخباره ايه عشان الدايبيتك ريتينوباسي، شوف في هيستوري اوف كورونيك كيدني ديزيز، في فاميلي هيستوري اوف دايبيتس ميليتس. يعني دي الحاجات البيزك والحاجات الاساسيه اللي لازم تسال عليها في الهيستوري وما تعديش عليك طبعا. بعد ما خدنا الهيستوري واتكلمنا على الحاجات الاساسيه في الهيستوري، بنعمل او بنطلب للعيان البيز لاين انفستيجيشن. دي بتشمل طبعا فاستنج بلاد شوجر، 2 اور بوست برانديال، اتش بي اي 1 سي، سكر صايم وفاطر وسكر تراكمي. وما تنساش اليورين فور اسيتون، عشان لو اليورين فيها اسيتون مع تايب 2 في الاول هتدي انسولين ولغايه ما الدنيا تظبط، وبعد كده هتكمل معاه الالجوريزم اللي احنا بنقول. اطلب السي بيبتايد. السي بيبتايد ليه؟ تو كونفيرم تايب اوف دايبيتس ميليتس، هل هو تايب 1 او 2؟ ليه انا بطلب السي بيبتايد؟ لان في بعض ميني تايب 1 ستيل هاف سيجنيفيكانت اماونت اوف سي بيبتايد ات تايم اوف دايجنوزيس. تو كونفيرم اعمل الجاد انتي بودي والايلت سيل انتي بودي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني العيان وهو جاي لي انا بطلب له الصايم والفاطر والتراكمي واليورين فور اسيتون، تاني خطوه اطلب السي بيبتايد. انا متوقع في تايب 2 ان السي بيبتايد هتبقى هاي نورمال او هتبقى هاي او لو. طيب متوقع في تايب 1 عنده سي بيبتايد ولا ما عندوش؟ قال لك تايب 1 المفروض ان هو ما عندوش سي بيبتايد، بس خلي بالك لان البنكرياس اتدمر في بدايات تايب 1 ممكن يبقى البيشنت عنده سيجنيفيكانت اماونت اوف سي بيبتايد. ليه؟ تايب 1 لسه حوالي 70 ل 80% من البنكرياس اتكسر ولسه في 20 30% شغالين فبيطلعوا سي بيبتايد. فامتى عشان تاكد القصه دي ان هو تايب 1 من تايب 2 او في اختلاف؟ في التايم اوف دايجنوزيس، في النيولي دايجنوز بيشنت، اطلب الجلوتاميك اسيد ديكربوكسيليز انتي بودي والايلت سيل انتي بودي 512. لو لقيتهم بوزيتيف مع السي بيبتايد بوزيتيف يبقى هذا العيان تايب 1 وليس تايب 2. خلي بالك من النقطه دي. هتطلب الكيدني فانكشن تيست، اليوريا والكريات والاستيميتد جي اف ار والالبومين كرياتينين ريشيو والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. هتطلب الليفر فانكشن تيست، الاي ال تي والاي اس تي، بيلروبين البومين. هتطلب الليبيد بروفايل، الكوليسترول والتريجليسرايد والال دي ال والاتش دي ال. هتطلب التي اس اتش والسي بي سي والايكو عشان تشوف في ليفت فنتريكولار هايبرتروفي وتشوف الايجكشن فراكشن عشان تحدد العيان مفاليار ولا لا، مع شويه الاكزامينشن اللي عملتهم في الاول طبعا. اعمل له شويه جنرال اكزامينشن في الاول طبعا، شوف في لور لمب اديما، في ديزنيا اورسوبنيا، الكلام ده كله. بعد ما هنعمل هذه البيز لاين انفستيجيشن والهيستوري اللي احنا قلنا عليه، after history and basic investigation you can categorize diabetic patient. انت بقى تستطيع انك تشخص او تقسم categorize your patient الى into four groups. diabetic patient with high risk or established، يعني عنده بالفعل established او عنده high risk ان هو يبقى atherosclerotic cardiovascular disease او انه يبقى معاه heart failure او chronic kidney disease، او ان هو وزاوت دايابيتيك بيشنت وزاوت هاي ريسك اوف استابليشد اثيروسكليروتيك كاردو فاسكولار ديزيز، هارت فيلير او دايابيتيك او كرونيك كيدني ديزيز، مش دايابيتيك كيدني ديزيز. يبقى لو هو المريض حاجه من الاربعه دول، لازم المريض هو جاي لك اول مره او مش متظبط عشان تمشي معاه صح، لازم تدخله في تقسيمه من الاربعه دول. لازم لو قدرت تدخله في التقسيمه دي انت نجحت ب 50%. هتدخله ازاي؟ بالهيستوري وشويه الانفستيجيشن اللي احنا قلنا لك عليه. اول ما هتدخله في التقسيمه من الاربعه دي بقى تبدا العلاج. اول خطوه، هل المريض بتاعك اثيروسكليروتيك كارديو فاسكولار ديزيز ويز دايابيتس؟ ده له نظام في العلاج. هارت فيلير له نظام في العلاج. كرونيك كيدني ديزيز له نظام في العلاج. اول المريض بتاعك ما عندوش ريسك فاكتور لحاجه من الثلاثه دول، ده له نظام في العلاج، هنقوله في المحاضره الجايه على طول ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.